اطرق شوكة رنانة معلومة التردد وقربها من فوهة أنبوب مملوء بالماء. ابدأ بتغيير طول العمود الهوائي حتى تسمع أول تقوية للصوت، وتسمى هذه التقوية بالرنين الأول. قس طول العمود الهوائي الذي أحدث هذا الرنين وليكن طوله لام. استمر في تحريك الأنبوب حتى تحصل على تقوية ثانية للصوت، وتسمى هذه بالرنين الثاني. كرر التجربة الآن مستخدما عدة شوك رنانة ذات ترددات مختلفة، ووجد متوسط طول العمود الهوائي الذي يحدث عنده الرنين الأول. نجد أن حاصل ضرب التردد في طول العمود الهوائي يساوي مقدارا ثابتا، ومعنى هذا أن طول العمود الهوائي الذي يحدث رنينا مع الشوكة يتناسب عكسيا مع تردد الشوكة.